اخواتي اخواتي اخواني رفيقاتي رفاقي، مرحبا بكم في هذا الاجتماع الشعبي منها العظيم، وفي بدايته هب كذلك ارحب باسمكم جميعا برفاقي الامناء العامين لاحزاب الجبهه الشعبيه، اللي حطوا فيها ثقتهم باش نتوجه ليكم اليوم باسمهم جميعا وباسم الجبهة الشعبية. واسمحوا لي باش بشكل خاص اليوم نحيي هذا الجمع الغفير من النساء اللي حاضرين، هذا الجمع الغفير من نساء دفتر ومن نساء المنطقة. وهو الشيء اللي أكد وأن تونس قامت وقائمة وستقوم على نسائها ورجالها جميعا. وأنا أن أحيي شهداء قفصة، وأن أحيي شهداء الحوض المنجمي وجرحى قفصة والحوض المنجمي. لابد لي من أن أذكر كذلك ببعض شهداء أخرين، ما ننساوش الشهيد الإفطاري اللي كان قاوم الاستعمار الفرنساوي، وكان من قادت الحركة اللي تمت عام 1911 نهار 7 نوفمبر 1911، كان ثم 7 نوفمبر آخر باهي، ثم 7 نوفمبر 1911 تاع نضال وتاع مقاومة، واللي كان هو أيضا أعدم في عام 1912. واسمحوا لي كذلك باش نذكروا برشا اخرين، باش نذكروا بشير بالزيره المقاوم العنيد للاستعمار الفرنسي، وباش نذكروا كذلك برفاق عبد العزيز العكرمي الازهر الشرايطي وغيرهم. وهذه فرصه، هذه فرصه باش الجبهه الشعبيه تاكد وأن بلادنا في حاجة كبيرة مش عارف تكتب تاريخها، مش عارف تكتب تاريخها الصحيح، لأنه كما تعرفوا تاريخ تونس الصحيح مازال إلى حد الآن ما تكتمش. تم مؤرخين نساء ورجال شريفات وشرفاء حاولوا باش يكتبوا، ولكن إلى حد الآن مازال ما تكتبش بشكل كامل. تعرف المنقبة عام 66 عام 68 لما برشا مؤرخين قال لهم يجاوا باش تكتبوا تاريخ الحركة الوطنية، وتعرفوا النتيجة إيش كانت؟ ما كانتش كتابة تاريخ الحركة الوطنية، وإنما كانت كتابة مش حتى تاريخ المنقبة. ما أراده بورقيبة أن يكون تاريخا له، هذا هو بورقيبة. ثم جاء بن علي، بن علي كذلك حب يكتب تاريخ تونس. ربما رأوا فيك شكون أساتذة ومستندات تاع تاريخ يذكروا في 2006 بن علي زاد خرج 4 أجزاء على 3000 من تاريخ تونس. ثم 3 أجزاء خصصهم ل 3000 سنة
والزوز الرابع خاصه ليه هو وحده. واليوم كذلك يوم لاحظوا انه تم محاولات لإعادة كتابة التاريخ بتاع تونس، ولكن ما هوش التاريخ العلمي الموضوعي اللي يحبوه، وإنما تم كذلك محاولات في نفس السياق أن تكتب فيه تاريخ تونس قبل سياق حزبي ايديولوجي ضيق من وش على الحقيقة، وإنما يحب ينسف الحقيقة. المحاولات هذه اليوم معناها موجودة، ونحن لا بد أن نتصدى جميعا لها، لأن حاجتنا التاريخ الصحيح بتاع تونس، التاريخ اللي يعكس الحقيقة كما هي، أو يحاول على الأقل أن يعكس الحقيقة كما هي. لأن وقت نكتب تاريخ تونس الصحيح من زاوية موضوعية ومن زاوية علمية، وقتها باش يبرز دور الشعب التونسي، لأن الشعب هو صانع التاريخ. وكل فقارة وتزوالة أكل أغلبها مجهول، هم صنعوا التاريخ، هم صنعوا تاريخ تونس، وهم اللي باش يواصلوا يصنعوه. نحن في حاجة أكيدة إلى إعادة كتابة تاريخ بلادنا باش نبرزوا كفاحات هذا الشعب ملها العظيم. ولهنا أنا قلت وأنا ثم محاولات لإعادة كتابة التاريخ بشكل منها مزور، والشيء اللي قاعد صاير تو على شهداء الحوض المنجمي ما يخش على الإطار هذا. واحد يجي يخمم بينه وبين عقله يقول علاش هذا الكل؟ المسألة واضحة، علاش هالوقت الضايع؟ علاش هالطاقة الضايعة؟ شو المشكلة إذا كان يدخل شهداء الحوض المنجمي ضمن شهداء الثورة؟ صحيح وأن من 56 وتجاين من 55 56 ثم عدد كبير تاع شهداء، ثم شكون أعدم وقتل، ثم شكون مات تحت التعذيب، ثم شكون مات في السجون، ثم شكون أطلقوا عليه النار في الشارع وهو يحتج، كلهم هذم شهداء. شهداء انتفاضة الخبز، وشهداء 26 جانف في 78 اللي أغلبهم ما نعرفوش أساميهم، أغلبهم الناس ما عرفوش أساميهم، هذاكم شهداء زاد. ولكن بالنسبة لشهداء الحوض المنجمي طبيعي جدا ثم خصوصية لا يمكن أن ينكرها إلا مخادع ومخاتم ومضبط، وهي أن ما بين انتفاضة الحوض المنجمي وإسقاط بن علي ثم رابطة قوية، ثم رابطة قوية برشا. إذن كما قلت ثم رابطة قوية، هالرابطة القوية هذه تتمثل في أنه انتفاضة الحوض المنجمي كانت مثلت هي المنعرج، المنعرج الحقيقي نحو إسقاط بناها بن علي، المنعرج الحقيقي في مسار الشعب التونسي وهو يرزح تحت ديكتاتورية نظام بناها بن علي. وبالتالي من حق أهالي الحوض المنجمي وأنهم يطالبوا بإدراج شهداهم ضمن قائمة شهداء بناها الثورة، وبالتالي ضمن شهداء تونس. هذه مسألة أساسية، والجبهة الشعبية تتبنى هذا المطلب وتقف وتأجل قدمناها إلى جنبهم. ولازمنا أن نتبنى هذا المطلب وندافع عنه، ولكن نحب ننبه الحاجة يزن ردوا بالنا برشا، لأن اللي ما يحبوش يدرجوا شهداء الحوض المنجمي ضمن شهداء الثورة قاعدين راهم لكن 100% تبعتوا نقاشات المستأسيسي يحبوا يمثلوا تفرقة ما بين التوانسة، يحبوا يرجعوها عركة ما بين الحوض المنجمي وبوزيد والقصرين، وتولي لي هذا لا ثورة بدأت من عندي أنا، وأنا هو اللي عم دور حاسم بالثورة وغيرها،
هذا يجب نرد بالنا منه برشا. هذا شيء لازم نرد بالنا منه، لأنه النتيجة نتاعه باش تكون ضرب وحدة الشعب التونسي ووحدة كل الثوريين الذين ساهموا في كل المراكمات لهذه معناها الثورة. هذه حاجة لازم نرد بالنا منها، ولازم نقولنا من بوزيد القصرين لتونس السليان لكل الجهات أن لابد وأن نكرموا ونبجلوا ونعزوا شهداء الحرب المنجمة. وفي الحقيقة الشيء اللي قاعد صاير واللي صار على مسألة أدراج شهداء الحوض المنجمي ضمن قائمة شهداء الثورة هو راهو جزء من الأزمة اللي عايشتها بلادنا، جزء من الأزمة العميقة اللي عايشتها تونس في المرحلة الحالية، الأزمة السياسية والأزمة الاجتماعية. وكل يوم ثم مشكلة، كل يوم البلاد غارقة في مشكلة، وإذا كان ماهيش بلاد كل جهة من الجهات غارقة في مشكلة، والمسؤولية هي مسؤولية هذه الحكومة، مسؤولية الأغلبية الحاكمة منها حاليا. لأنه وقت نسمعها مرات يقول لك الله غالب هكا هو بعد ثورة ما ينزل ديما هكاكا، مش صحيح. وقتاش نقولوا الله غالب؟ الله غالب إذا كان بالحق، ثم موانع حقيقية تمنع، موانع خارجة على نطاق البشر وعلى نطاق الحكومة. ولكن الشيء اللي قاعد صاير الآن في تونس، الأزمة اللي صاير الآن في تونس سببها هذه الحكومة وسببها هذه الأغلبية الحاكمة، هي المسببة.